إذن القرآن هو الذي أخذ بناصية الأخ ياسين إلى الهدايات الحقيقية، ويمكن في صورة تذيلية مع أخواننا في الكنترول معنا صورة للشيخ محمد رفعت قارئ القرآن المعروف، وهو معروف أيضا على نطاق واسع سواء داخل مصر أو خارجها، ونتذاكره في هذه اللحظة لأن الشيخ محمد رفعت لوحظ أن قراءته ازدادت طلاوة وجمالا في مرض موته الأخير، فقال غاية ما هنالك أنني كنت أتمثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، فيأخذ أدائي وصوتي يتفاعل مع المعاني القرآنية، يتغلغل إلى القلب بالضبط التعبير الذي استخدمه الأخ ياسين، يتغلغل إلى القلب فتنجاب سحب الظلام من حولي. كانت سورة البقرة هي مفتاح الهداية، وفي حدود كسر صغير من الدقيقة سأسأله سؤالا أخيرا، In what way you can serve Islam in the future? For me to serve Islam in the future is to give the message of Islam, to learn more about Islam so that I could benefit myself and family and others. This is for what I've read, this is the way of the messengers, to just give the message. This is how we serve Islam, but it's through knowledge. Without knowledge, you know, we cannot be able to help the people effectively and defend Islam. سألت في تذييل أخير للحلقة في على أي صورة يتوقع أن يخدم الإسلام في المستقبل، فقال لي ينبغي أولا أن أتعلم الإسلام، ينبغي أولا أن أزداد معرفة به ووقوفا على منابعه المنقاة المصفاة، ثم أنقل هذه الرسالة العظيمة إلى عائلتي وإلى محيطي الأسري وإلى كل من أعرف. كنا في حلقة خاصة مع المهتدي الأمريكي ياسين، وكانت حلقته كفيلة بالفعل بأن تفتح مغاليق القلوب. نشكره على هذا اللقاء الإيماني. Thank you for joining us. ونوجه شكرا خالصا إلى الداعية الأمريكي الشيخ علي فريد رسول، الذي كان حضوره ووجوده عنصر آخر من العناصر الإيمانية المحفزة في هذه الحلقة. شكرا لك على هذه المداخلات الجميلة الرائعة، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا.